ازيك يا علي؟ ازيك انت؟ كفارة فتون فين يا غنوة؟ انا والله ما اعرفش حاجة عن فتون من تقريبا حوالي سنتين، من وقت ما زورتك في السجن. بصراحة كده مش عايزة اعرف حاجة عنها تاني خالص. انا كنت عايزة اطلب منك طلب. طلبي؟ ينفع ما تخرجش النهاردة وتقعد معايا؟ بس انا بديت معاك بناس صحابي. خلاص بقى انا مش هنام بقى وهستناك. اه طبعا. ماشي؟ اورايت. باي. تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. على روي. تعالى هنا. طارق كذب انت ما تعرفيهوش، هو بس عشان انت كنت قاعده فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مش عارف. مراد في ايه؟ مراد انا مش مراد الحقوني مراد. لو سمحت هو مراد بي فين؟ اخر الطرق هنا. ايه اللي حصل؟ الدكتور بيقول ازمه قلبيه حد. انا خايفه اموت يا مختار. هو فين؟ هناك في الاوضه جوه. والله يا ليلى ما نمنا من امبارح، انا وداليا قاعدين جنبه. حيث انبليفر، مش قادر اصدق واحد في سنك يعرض نفسه يجيله ذبحه. انت بتقولي ايه يا ليلى؟ انا عرضت نفسي لاي حاجه، انا فجاه تعبت وخلاص يعني. ويا ترى تعبت ليه؟ ايه اللي جد جديد؟ بقى تجيب واحده تقعد معاك في البيت؟ يا مراهق بتخطرفي بتقولي ايه؟ لا يا ليلى مفيش لزوم للكلام ده دلوقتي خالص. انت ازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ مراد انت كده هتتعب تاني، اهدى. ما تنفعلش يا مراد ارجوك. انا عايزه اعرف مين دي؟ وايه اللي خلاها تقعد عنده في البيت؟ دي كانت هتموته. لو سمحت بلاش تخليه يتكلم في حاجه تضايقه دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتكلمني دي؟ انت مين انت عشان تكلميني بالمنظر ده؟ انت ازاي تدخلي بيني وبين اخويا؟ انت تخلصي خالص فاهمه؟ ايوه ايوه طلعها بره مختار. طب اطردني عشان واحده زي
اللي دي؟ اطلع في محاسبه، هبلغ ولادك، مش هسيبك تبهدلني وتبهدل نفسك، سامع؟ ايه يا مية؟ ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عشان خاطري اهدى يا مراد. انت فاهمه الموضوع غلط خالص. الحكايه ان مراد خبط داليا بالعربيه. الحكايه ان البيه اللي جوه له علاقه بالسفله دي، ولان سنه ما يستحملش القرف ده وامن طوله. طب ليلى ممكن تسمعيني؟ انا مش هسمعك، انا مش عايزه اسمع القرف ده كله. انا هعمل اللي عليا وهروح ابلغ العيال، ومش عايزه اشوف وشه لغايه ما نخلص من الزباله دي. يا ليلى مش ممكن. اختك دي فظيعه، بحاول اشرح لها انك خبطت البنت دي. مفيش، بكلم كشك. اختي مزعجه يا مختار، انا عارفها، مزعجه وشريره. انا اسفه يا دليل، اسفه. وانت ذنبك ايه يا مراد؟ مش عارف ايه اللي خلاها تفكر في حاجه زي دي وبسرعه قوي كده. اهي وانت سراحه وغبيه. اسمع يا مختار، انا مش عايز لا ليلى ولا اي حد يعرف حاجه عني، مفهوم؟ لو سألتك على موضوع داليا أو هتديها أي معلومة كويسة، أنا عايزها تقعد تحرق في نفسها وتموت بغصها كده. أنت شكلك ابتديت تتعب، أنا هنده لك الدكتور. لا 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 خلاص، أنا بقيت كويس مختلف كويس. أنا آسف كمان مرة يا داليا، آسف. وأنت ذنبك إيه يا مراد بس؟ طب أنت محتاج مني حاجة؟ أنا لازم اروح واعمل كام مشوار كده وارجع لك تاني. ممكن يا مختار بليز تكلم فردوس تبعت لي هدوم، انا ما غيرتش من امبارح. حاضر، ميرسي. على اذنك. مع السلامه. انا مش مهمه خالص دلوقتي، المهم انت تقوم لي بالسلامه وتخف لي وبسرعه. انا عايزه انام. هطفي لك نور الاوضه. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. انا جاي اطمن على مراد بيه. تحبي تشربي حاجه؟ لا ميرسي قوي. انا اول ما عرفت ان هو تعبان كلمته على الموبايل كتير لقيته مقفول، علشان كده فكرت ان انا اجي لك اسالك عليه ولو ينفع نروح نزوره. ده بعد اذنك طبعا. انا لسه جاي من عنده وطمنت عليه، شكله هيبقى كويس ان شاء الله. يعني مش هنروح نزوره؟ طيب انا جيت ليه بقى؟ جيتي عشان تشربي معايا فرنش واين؟ لا 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 انا ما بشربش.
بشربش. يبقى اكيد جيتي عشان تشوفيني. لا طبعا. ليه لا طبعا؟ عشان علشان انا ممكن اشوفك في الشركة. ايوه بس في الشركة هنتكلم في شغل ومش هنعرف يعني نبقى على راحتنا. انا جاي اطمن على مراد بيه صاحب الشغل برضو. ولو اني مش مصدقك قوي يعني بس ماشي. انت ليه بتقول كده؟ عشان لو عايزه تطمني على مراد بيه وكلمتيه في التليفون لقيتيه مقفول، هتكلميني، هتكلمي السكرتيره بتاعته، هتعرفي المستشفى فين، الو رقم الغرفه، سهله يعني. قصدك ان انا كنت بتلكك علشان اجيلك؟ لا انا ما قلتش كده، انت اللي قلتي. اوكي انا همشي. استني بس، رايحه فين؟ معقوله مروه اول يوم تزوريني فيه ما تكمليش خمس دقايق كده تسيبيني وتمشي؟ طيب اعمل ايه يعني؟ امسكي ده وده. وعلى فكره انا فكرت في الموضوع وممكن انزل نزور مراد بيه مع بعض بس على شرط. شرط ايه؟ نروح له بالليل. بالليل؟ طب هنعمل ايه لحد بالليل؟ حاجات كتير جدا. تعالي بس انا ما بشربش. ولا انا بشرب، انا بشرب عشان احنا الناس بس. بجد؟ طب وانا كمان على فكره. انت يا واد يا نايل. نعم. انت لسه راجع من الجيم؟ لسه حالا. طب عندك ابره وفتله؟ لا ما افتكرش. استنى انا جايالك. يلا يا اخويا تعالى ندور على الابره والفتل. على فين؟ طب بابا فوق مش هينفع. ما تقوليش لا بابا ولا ماما. لا اقول لك بس انا مش عايش لوحدي انت عارفه. يلا يا اخويا يلا عشان الفضايح والناس. تعالي مش هينفع. هنتسحب يا اخويا ما تخافش. خش بقى عشان الفضايح. اقفل الباب يلا. معلش كده اسفه انا ما صدقت انه نام بقى له نص ساعه بس مغمض عيني. اتفضلي. انت كويس انه نام على فكره عشان طب طمنينا عليه هو عامل ايه؟ هو احسن الحمد لله. الدكتور بهاء قال ايه؟ قال ان حالته مستقره وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الاول. الحمد لله. بس هو اداله شويه علاجات هيمشي عليها يوميا ومنعه عن التدخين. في حد زاره؟ قصدك اخت ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش. انا كنت مرعوبه لا تيجي وانا لوحدي، ما كنتش عارفه اتصرف اكيد. انا افتكرت حاجه ضحكتني. ايه مالها دي؟ انا عندي صداع، انا لازم اشرب قهوه. هنزل الكافيتيريا عشان اجيب قهوه. تحت في اول دور. اه ماشي اوكي. مش من هنا يا ماما. من هنا. اه من هنا يا حبيبتي. يا مين دي؟ دي مروه زميلتنا في الشغل، محترمه جدا بس جدا شربت كاس وواضح ان دماغها خفيفه. حرام يا عيني. ما تقلقيش ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها مروه، اطمني. انا طبعا ما كنتش حابه ان ده يحصل بس اللي قالته ليلى ده مختار مش مظبوط. أنا متأكد. أنا عارفة إن وجودي عند مراد في البيت ملوش أي معنى. بس هو راجل محترم واحتواني. أي حد مكانه كان ممكن يسيبني. ما أعتقدش يا داليا لو حد عارف إنك محتاجة مساعدته هيبقى سهل عليه إنه يسيبك. أنا بقالي فترة مش قصيرة عند مراد في البيت. بصراحة عمري ما شفت منه أي حاجة تخوفني. خالص. داليا انتي جميلة. جميلة قوي.
مش الشكل بس. حتى انت يا مختار؟ بما ان كلام ليلى مش مظبوط وانا عارف ان هو مش مظبوط، انا لازم اسالك سؤال. لا مش هتسال، عشان انا تقريبا عارفه انت عايز تقول ايه. انت بتحبي مراد؟ طبعا طبعا لازم احبه. تصور واحده في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عمله عشانها، تفتكر احس له بايه؟ ممكن تقول لي؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مختار؟ ايه هيخرج امتى بقى؟ بكره بعده بالكتير. اطمن، هو بقى كويس قوي، يرتاح بس اسبوع 10 ايام ويرجع لحياته الطبيعيه. هخش اشوفه. ميرسي يا دكتور. ازيك؟ طب نشوفه. ها يا بطل، عامل لي مشاكل انت؟ ليه بس بهاء؟ الله، احنا مش في سن بعض. لما الناس تلاقي قلبك ضعيف وعجزت، انا هيتقال عليا ايه؟ عجزت زيك؟ انت هنا من امتى يا مختار؟ بقالي شويه بس جيت لقيتك نايم فما رضيتش ازعجك، قعدت مع داليا شويه بره. داليا تعبت معايا قوي يا مختار. اكيد. اوعى تقول كده يا مراد، ده انا لو قعدت جنبك 100 سنه برضه مش هعرف ارد لك الجميل. انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود، وزي ما قلت لك مفيش سجاير ولا دهون. الحمد لله على سلامتك يا مراد. ميرسي. عن اذنك. ميرسي يا دكتور. انت بقى تسيبك من الشغل والدوشه دي وتروح تاخد اجازه كده على البحر، تشوف فيو حلو وتدلع نفسك. فكره كويسه جدا. تيجي نسافر باريس؟ باريس طبعا انا اتمنى، بس انا ما عنديش باسبور. مش انت برضه تعرف تحل الحكايه دي يا مختار؟ كل حاجه وليها حل اكيد. طيب عايزين نطلع باسبور داليا، عايزه تسافر معايا. اعتبره حصل. اغنوني شويه. اركب الحنطور واتحنطر درجن درجن. اركب الحنطور واتحنطر بس اقعد قدام واشد اللجام. واتحنطر درجن درجن اتحنطر. يا اخويا جيت، خليك في حالك وانا في حالي. أنا واحدة بتتحنطر درجن درجن أتحنطر. الله حلو قوي الشمع، جامد. النبي يا بنتي يا فتون، ده انت قمر مزة. أركب الحنطور واتحنطر. يا داليا البيت وحشني جدا. الحمد لله على السلامة. حاسس كأني بقالي سنة ما جيتش. الفردوس فرحانة. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد، الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا فردوس. أنا عارف إن أنتِ مبسوطة، بس بلاش حكاية الزغاليد دي لو سمحتي. غصب عني بقى من فرحتي والله. فردوس الأكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاثنين. شوفي مختار بيشرب ايه. لا انا تعبان، هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني، عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت من غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا عمي. مع السلامه. سلام. انا عايز اشرب قهوه يا فندم. حالا القهوه تجيلك. لا قهوه ايه؟ 2 اورنج بليز. قهوة ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوة. ليه كده؟ ما هو قال قهوة واحدة في اليوم كويس. لا قال واحدة في الشهر، قهوة واحدة في الشهر. الشهر ده كتير يا داليا. ماشي 25 يورو. اورنج بليز حبيبتي.
احلى اورنج يجي لك حالا. لو خليه اسبريسو. اسبريسو ماشي، مو معاها ولا لا. عارفه لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عيني الاقيكي جنبي كده، كان جاي لي احساس ان انت خايف عليا، خايف لاموت. مش كده يا مراد، بعد الشر عليك. تعرفي اكتر حاجه كانت شغلاني ايه؟ انا كنت خايف لا بعد ما اموت يعني تتبهدلي. مش غلاسه بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني استاهل القهوه. هتشرب العصير على بال ما اخد الشاور. يلا واحد. خليها تجيب لي ميه. ماشي. أول ما رجالتك جابوني هنا وأنا عارف إني جاي لك أنت. ما أنا لو كنت بعت لك بالحسن وما كنتش جيت. عايز مني إيه يا أمسي؟ حقي. تمن اللي سرقته مراتك وابن عمك. يا ده عيب عليك. ده إحنا متربيين مع بعض أوسخ تربية. حد عارف يضحك عليا ولا ياكل حقي؟ أنا خارج من السجن مرت، ما حلتش إلا الهدوم دول، تاخدهم؟ 450,000 جنيه، بمكسبهم يعني 1.5 مليون. 1.5 مليون؟ إيه دول؟ الدين اللي عليك، تمن وساخة مراتك وابن عمك. أنت ما بتفهمش يا أنسي، فتون وراشد تاهوا مني زي ما تاهوا منك. أنا اللي عملته مع مراتك وراشد ده كرامة ليك. يعني اللي ليا بقدم في رقبتك أنت. اسمع يا أنسي، وأنا جاي في الطريق كنت بفكر وقلت مفيش قدامك إلا خيارين اتنين. أنت بتخيرني أنا؟ أيوه. يا اما تفكني وافضل عايشه تلطيش، يا اما قول انت بقى. لا انا اقول لك، استحمى وانضف والبس دوب وتعالى بره. لا 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 مش وقتك خالص. لمين دي؟ مروة. مجنونة؟ لا مجنونة دي نجوى. يبقى دي اللي انت علقتها من المطعم. لا انت قصدك على شهيرة. يخرب بيت، هو في ايه يا عم انت؟ هو مفيش رجالة في البلد دي غيرك ولا ايه؟ هو النبر ده اللي مودينا في داهية. بصراحة أنا بدعي عليك، بدعي ربنا يرزقك بواحدة تقلب عليك كل القديم والجديد. هو اللي زيك لما بيقع هيسيب في التراب. خلاص يا ان شاء الله انت. لا بجد والله يا قلبي. هو انت مفيش واحده وقفت قدامك؟ يعني اي واحده عايز تجيبها سكه بتيجي لازم تقع. انت ابوك مش لواء شرطه؟ واخويا كمان ظابط. بس اشمعنى؟ اسالهم بقى هم ازاي بيعرفوا الحرامي من شكله. بيقول لك العامل عامل عينيه بتبقى زي ما بتبقاش على بعضه. استنى كده بالظبط. لا لا مش فاهم. انا بخش مكان والاقي في واحده بتعجبني بفضل باصص لها لغايه لما عينيها تيجي فيها. وبعدين زي ما قلت لك بقى عينيها تروح وتيجي، تبقى مش على بعضها زي الحرامي اللي واقف قدام الظابط بالظبط. ده انت اللي زيك مش هيورد على جنة. بس في واحده بقى اليومين دول يا رمزي لما بقف قدامها بحس ان انا الحرامي وهي بقى مش ظابط، لا وزير الداخليه. يا سلام، ده كده ربنا استجاب لدعائي. ودي مين دي بقى؟ واحدة كده أول مرة في حياتي يا رمزي أبقى واقف قدام واحدة معرفش أعمل إيه. مش عارف أعمل أي حاجة لدرجة إني مش عارف أبعد عنها حد. الله، طب وليه تبعد؟ عشان ما ينفعش. لا 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 استنى بقى كده عندك واحكي لي الموضوع من الأول. لا مش وقته خالص دلوقتي. اركب اركب. تفهمني؟ اركب بقول. امسك دي. هدي. انت جاهز؟ يلا بينا.
نطلع لفين؟ اتفضل يا باشا. اسلام. عم راشد مش عارفني؟ انا عطوة حلاق بتاع فلان. ازيك يا عطوة؟ ايه انت اختفيت ليه؟ ده انت اتحكم عليك بالاعدام في قضية ايه؟ لف لف هتفضحنا خرب بيتك. لف ايه يا جدع انت؟ القضية اصلا طلعت كلها في شنج. مش طلع واحد صاحبي هو اللي قتله يا راجل؟ عربيتك دي يا معلم راشد. حلوة حلوة. اخبار عسلية وفتون ايه؟ سيبك بقى من عسلية وفتون، انت لسه المحل بتاعك ده عندك؟ لا ما انا الدنيا دارت بيا، بس الحمد لله انا دلوقتي بشتغل في محل في المهندسين بس اراده. طب كويس، ناخدك ونروح على هناك تعمل لي نيو فورما بقى، تشيل الدوجلاس دي والقرف ده، وبعد كده نطلع بقى على فتون وصبحك الصبح عسل. اوامر. بس معلش بعد ما اظبط لك دهنك هطلع بس البيت اغير، مش هينفع اجي لك باللبس ده كده. لازم يعني؟ معلش عشان خاطري. ماشي. واخبار الحته ايه واهل الحته؟ لا الدنيا اتغيرت. لا والله. معلش يا ست الكل، اخر حاجه بقى. هدي ايدك باذنك. ايوه تمام. هنا كده. ايوه. معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع. وعشان كده هتيجي تاخدي الفيش بكره. ومال؟ بسيطة. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده بتخيلك علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. مع الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني اطلع البرفان وسحليته؟ الشنطة. انا كنت عايزة اساله امتى هيبقى عندي الباسبور؟ الاول نتيجة الفيش تطلع. طلع لك شهادة ميلاد جديدة وبعد كده بطاقة وبعدها الباسبور، هي مش أقل من 20 يوم كده وبعدها تبقى اتولدت من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا.